اهم اللقطات او يعني النقاط اللي حضرتك مختارها النهارده في التحليل لماتش السعوديه والارجنتين زي ما يعني احنا شايفين على لو جينا الشاشه شفنا دلوقتي. الشوط الاولاني يا كريم هنلاقي ان الاستحواذ مناطق الاستحواذ للمنتخب لكل منتخب الارجنتيني انت بتتكلم على لكل منتخب استحوذ قد ايه؟ بالظبط، نعم يعني هتلاقي ان المنتخب الارجنتيني 61% المناطق اللي نعم استحوذ فيها ده الشوط الاول يا كابتن. الشوط الاولاني، نعم هو كان بيسيب ان هو يشتغل بالكوره من تحت، وبعدين لما بيوصل لنص الملعب الاستحواذ بتاعه بيبقى 26%، اول ما بيوصل للخط الاخير اللي هو خط الدفاع بالنسبه للمنتخب السعودي وبالنسبه للمنتخب الارجنتيني وخط الهجوم هنلاقي ان النسبه كانت 13%، وده يقول لك ان هو ازاي كان بيشتغل بشكل الشوط الاولاني هيرفي رينارد، والشوط الثاني لو قلبنا هتلاقي ان الشوط الثاني اختلف لما بدأ يعمل الضغط المتقدم بتاعه، هتلاقي لما بس بتوصل انت هنا الكرة محددها في اول 10 دقائق فقط. في اول 10 دقائق اللي هم جبنا فيهم الجونين، يعني المنتخب السعودي جاب فيهم ايوه الجونين ايوه لانه بعد ال 10 دقائق دي رجع لعب زي الاول، صح يعني رجع لعب زي كل الفرقة تحت الكرة وبيضغط في مساحة معينة هي 30 40 متر فقط، نعم لكن ما كانش بيروح لنص ملعبه هو او ما بيعملش المشاكل في نص ملعبه هو، نعم فبالتالي هتلاقي ان فرقة الارجنتين بتنقل من تحت، فتلاقي الاستحواذ كتير من تحت، هتلاقي لما بيوصلوا نص الملعب وصلوا ل 9%، هتلاقيهم لما كانوا بيوصلوا للخط الاخير بتاع المنتخب 2%. السعودي ما كانش بيبقى له القيمة الكبيرة، نعم وهتلاقيه وصل ل 2%، فاذا المنتخب السعودي اشتغل بشكل الشوط الاولاني والشوط الثاني اشتغل بشكل تاني خالص. هنا الجول الاولاني جول التعادل ضغط المنتخب السعودي في نص ملعب الفريق المنتخب الارجنتيني، نعم وعايزك تبص يا كريم على الاربعه الديفنس بتوع المنتخب السعودي، تمركز ورا بص اروع. الكرة فين وهم واقفين في مساحه قد ايه، بالظبط قريبين وورا جدا عكس المنتخب القطري. بالظبط كده، نعم ورا المنتخب السعودي مساحه قد ايه ممكن يقدروا يجري فيها يجروا بيها. لسه نص الملعب كامل. بالظبط طبعا كده، طبعا فهو ريسك، ايوه ريسك كبير جدا من هيرفي رينارد، بس كان خسران 1-0 وما عندوش حاجه يعملها غير ان هو عايز يتعادل لانه صح كده كده خسران، صح فخد الريسك في الشوط الثاني، هتلاقي ده الجول الثاني برضو الكره اتقطعت من نص ملعب فرقه الارجنتين، وبرضو بص الاخضر الديفنس الاخضر واقف في مساحه قد ايه، والكوره والفرقتين في مساحه قد ايه، مين نعم اللي عمل كده؟ هيرفي رينارد، هو اللي اجبر المنتخب الارجنتين صح يلعب في المساحه الصغيره دي، ولما بيقطعوا الكرة بيروحوا 2-2 زي ما انت شفت في الصورة دي، بالظبط ده في الجول بتاع سالم الدوسري، هتلاقي ان اول ما بيقطع الكرة بيشتغلوا 2-2 وبيشتغلوها بصورة كبيرة جدا وبسرعة كبيرة جدا علشان يقدر ياخد منها ناتج او منتج، نعم وده اللي عمله في اول 10 دقائق في الشوط الثاني هيرفي رينارد، ونجح فيه انه جاب جولين بشكل كبير نعم جدا وبشكل كويس جدا، شاري والدوسري. رجع نعم يقابل تاني من تحت بس الكرة ولكن في نص ملعب فرقة الأرجنتين برضه. هو جازف يا كابتن في موضوع اللعب على مسافات التسلل ده، كان فيها طبعا مجازفة؟ طبعا دي يعني بتعمل مشاكل كبيرة جدا لو الخط كله مش هارموني أو على مية واحدة زي ما بيقولوا، لو نعم الخط كله واحد بس، النهاردة التقنية الجديدة يا كريم بالربع سنتي بتقدر تكتشف الأوفسايد، بالنص سنتي بتقدر تكتشف الأوفسايد، فإنه يقدر يعمل الشكل ده طوال 45 دقيقة، ده نجاح جميل. مبهر نعم للمدير الفني ونجاح نعم للعيبة كمان لأنه قدروا يعملوها في 45 دقيقة، وده شيء صعب جدا ويعملوها بالدقة دي، وناهيك بقى عن الدقة دي بيعملوها مع مين؟ مع الأرجنتين. يعني بيعملوها نعم مع أعظم وأكبر لعيبة في مرشح العالم، الأول أو الثاني يعني إذا للفوز كان باللقب. مثلا ميسي هيقع في الأوفسايد مرة ولا مرتين، في الثالثة هياخد باله، في الثالثة صح هيبقى، ما هي دي بالظبط. قدرات اللعيبة الكبار، نعم فعشان تعملها فيهم وميسي من أفضل اللعيبة كمان اللي تضرب مسافات ميسي التسلل. ومارتينيز طبعا وديماريا، وفي لعيبه كبار قوي في فرقه الارجنتين يقدروا يتعاملوا مع مسات التسلل، بالظبط ولكن نجح رينارد في الشوط الاولاني انه يقعهم 10 مرات في مسات التسلل مع نعم فريق كبير بقيمه الارجنتين، لا ده دي حاجه مبهره يعني. اعتقد الصوره دي مهمه جدا لان انت حضرتك عامل خريطه للالتحامات بالظبط بين المنتخبين، يعني برضو نوضح للساده المشاهدين رؤيه حضرتك او عايز تقول ايه من خلال الصوره دي. المبهر النهارده كمان يا كريم ان فريق السعودي او المنتخب السعودي النهارده كل الكور الثانيه والالتحامات الثنائيه بينهم وبين المنتخب الارجنتيني كان بيكسب المنتخب السعودي، ما فيش مره
المنتخب السعودي دخل في الكرة الثانية سواء هو بيهاجم أو هو بيدافع ما خدهاش. نعم. مفيش مرة كان فيه التحامات بين اللعيبة، التحامات الثنائية سواء من عند ياسر الشهراني الباك ليفت أو من عند سعود الباك رايت وما خدهاش. فالالتحامات كانت مهمة والكرة الثانية كانت مهمة جدا النهاردة. والمبهر إن الفريق السعودي أو المنتخب السعودي هو اللي كان بيكسبها على طول وبنسبة كبيرة جدا، بنسبة تعدت أكتر من 90%، كل الالتحامات والكرة الثنائية كان بياخدها المنتخب السعودي.